بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام وان كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. هذا باب من ابواب كتاب الكافي الشريف وفيه دلاله على ان الائمه عليهم الصلاه والسلام بينوا كل حق علمه اياهم رسول الله محمد صلى الله عليه واله. فكل ما يرتبط بالدين من تشريعه أو من عقائده أو من غير ذلك فهو قد بينه الأئمة وانتشر بين الناس عن طريقهم، وأي شيء ينسب إلى الدين ولم يقله الأئمة ولم يخرج منهم فهو باطل، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أمر رسوله وأمر المؤمنين ببيان الحق فقال سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالله سبحانه وتعالى أمر بتبليغ رسالات الله، والرسالات هي العقائد والأحكام والنظام الإسلامي بشكل عام. فمن جهة أمر بتبليغها، ومن جهة نهى عن كتمانها. وامر بلعن من يكتمها. اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الله لعنهم والله امر المؤمنين وعموم اللاعنين بلعن هؤلاء الكاتمين. واولى الناس بتطبيق هذه الايات رسول الله صلى الله عليه واله لانه الواسطه ومن بعد الرسول الائمه عليهم الصلاه والسلام فكل حق بينوه صحيح في بعض الاحيان كانوا في ظروف التقية وظروف التقية تقتضي الكتمان احيانا وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لكن ظروف التقيه لم تكن في جميع الاوقات في بعض الاوقات كانت هناك فسحه مثلا امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام ابان حكومته الظاهريه في الكوفه عاده لم يكن في تقيه الا في موارد قليله الامام الصادق والامام الباقر في ظرف ضعف الدولة الأموية ونشوء الدولة العباسية، أيضًا بينوا الأحكام من غير تقية، والتقية كانت حالات محدودة وقليلة، هذا أولًا، لم يكن الظرف دائمًا ظرف التقية، ثانيًا حتى في ظروف التقية كان لهم أصحاب هؤلاء لا يتقون منهم من خلص اصحابهم فكانوا يبثون اليهم العلم وذلك العلم انتشر عن طريق هؤلاء الاصحاب فاذا الائمه عليهم الصلاه والسلام بينوا كل حق يرتبط بالدين فاذا شيء اشتهر بين الناس او قاله الناس ولكن لم يقله الائمه فهذا لا يرتبط بالدين. لأن لو كان يرتبط بالدين، الأئمة كانوا يبينوه. وحيث أنهم لم يبينوا ذلك، فهذا يتبين منه أنه ليس من الدين في شيء. هذا خلاصة أحاديث هذا الباب. والنتيجة شنو هي؟ النتيجة أنه الإنسان عليه أن يتبع الأئمة. أما مخالفوا الائمه او الذين لم ياخذوا علومهم من الائمه او الذين خالفوا كلام الائمه هؤلاء واحد لازم لا ياخذ باقوالهم لان اقوالهم التي لم يقلها الائمه هي من الباطل الله سبحانه وتعالى يقول افمن يهدي الى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يُهدى. واحد هو مو مهتدي لازم تعلمه حتى يعرف الحق. زين هذا اللي هو مو مهتدي شلون يهدي الناس؟ فاقد الشيء لا يعطيه. لكن الذي يهدي إلى الحق يعني يعرف الحق. ويهدي اليه هذا لازم تتبعه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين من هم؟ الائمه عليهم الصلاه والسلام، لان كل كلامهم صدق. كل ما نقلوه في مسائل الدين وغير مسائل الدين صدق. الحديث الاول عن محمد بن مسلم. قال: سمعت أبا جعفر الإمام الباقر -عليه السلام- يقول: ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب، ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق إلا ما خرج منا أهل البيت، وإذا تشعبت بهم الأمور كان الخطأ منهم والصواب من علي عليه السلام. الذي يرتبط بامور الناس من الشؤون الدينية ثلاثة امور، الامر الاول ما يعتقدونه، والامام في هذا الحديث عبر عنه بالحق: ما ليس عند احد من الناس حق ما يعتقدونه من الص من الامور الواقعيه ما يقولونه ويفعلونه عبر عنه بالصواب ثالثا في منازعاتهم التي تحتاج الى القضاء هذا عبر عنه ولا احد من الناس يقضي بقضاء حق طبعا في اللغه الفرق بين الحق والصواب الحق شنو هو؟ الثابت الذي لا يسوغ انكاره المطابق للواقع هذا هو الحق، الواقع حق سواء علمنا به او لم نعلم به، سواء كلامنا طابقه او لم يطابقه، عقيدتنا طابقته او لم تطابقه، ذلك بأن الله هو الحق. هسه واحد اعتقد بالله ولم يعتقد بالله هذا ما يغير من الحق شيئا فالحق في اللغة الثابت الذي لا يسوغ إنكاره المطابق للواقع والصواب لغة الفعل والقول الحسن المحمود إذا أصاب الواقع هذا يسمى صواب على كل حال هنا المقصود بالحق ما يعتقدونه والمقصود بالصواب ما يقولونه أو يفعلونه ليس عند الناس شيء من الحق إلا ما خرج منا أهل البيت، لماذا؟ لأنه بعد رسول الله صلى الله عليه واله كما ذكرنا في الحلقة الماضية، تم منع تدوين الحديث، وكثرت الكذابة، يعني الجماعة الكاذبة، أو كثرة الكذاب يعني الذين يكثرون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض سلاطين الجور كانوا يبتدعون البدع ثم بعض عاض السلاطين يأتون وينسبون هذه البدع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ذكرنا في الحلقة الماضية الحديث الذي يرويها البخاري عن مالك ابن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لم يبق ما معنى الحديث لم يبق شيء مما كان يعرفه في زمن رسول الله إلا هذه الصلاة وقد ضيعت يعني كل شيء غيره فالحق هو الذي بيّنه أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام من بعده وإذا شفت اختلاف بين الناس اختلاف الآراء غالباً منشأ هذا الاختلاف اختلاف الصحابة أنت لا تقول أن هذا الصحابي قال كذا فأنا أقول مثل قوله لأن الصحابي مو مشرع إن الحكم إلا لله الرسول يبلغ رسالات الله هسه الصحابي قال قولاً راى رايا هذا مو حجه لنا الحجه ما قاله الله واوحاه الى رسوله هذا هو الحق وهو الذي بينه امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام اذا اختلفوا الصحابه شوف شنو يقول علي بن ابي طالب فهو الحق وقد قال الرسول صلى الله عليه واله علي مع الحق والحق مع علي ولن يفترق الحق لا يفترق عن علي فكل قول له وكل فعل له مطابق للصواب هو حق طبعا هذا لازم هو العصمه لان غير المعصوم حتى اذا كان انسان متقي قد يخطئ فاذا اخطا فارق الحق فإذا هو دائما مع الحق معناه أنه لا يخطئ لا يكذب كلامه دائما صحيح وهذا معنى العصمة الرسول في حديث الثقلين المشهور إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا إلى أن يقول وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض القرآن حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا باطل فيه، لا خطأ فيه. اذا اهل البيت لا يفترقون عن القرآن الى يوم القيامه معنى ذلك ان كل اعمالهم حق، وهذا معنى العصمة. كل اقوالهم حق، وهذا معنى العصمة. لأن الانسان اذا اخطأ في خطأه يفترق عن القرآن. حتى لو مو متعمد حتى لو اذا فرضنا معذور لكن هذا باطل ليس حق هذا افتراق عن القران كمثال على ذلك كان واحد قاضي في زمن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في الكوفه معروف هو ابن ابي ليلى هذا في يوم من الايام تنازع عنده اثنان واحد مشتري من الثاني جارية فلم يكن في ركبها شعر فجاء شاكيا انا مشتري هاي الجارية وفيها هذا العيب ابن ابي ليلى قال الناس يحتالون حتى يزيلون هذا الشعر هسه هذا هو ما موجود بالاساس وبصالحك المشتري قال انه اذا هذا عيب انا ما اريد افسخ لان من الخيارات الشرعيه خيار العيب يعني اذا واحد اشترى شيئا على انه صحيح بناؤه على الصحه بعدين تبين ان فيه عيبا هذا مخير بين الارش ياخذ التفاوت او الفاسخ يفسخ المعامله يرجع البضاعه يسترجع فلوسه فالمشتري قال اذا هذا عيب انا ارد ارجع الجاريه ابن أبي ليلى ما يعرف هاي المسألة وبعدين ما يريد يقول أنه أنا ما أعرف طبعا من الفضائل أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم كما في الحديث الشريف سئلوك سؤال ما تدري هذا السؤال إما مسألة مستحدثة تحتاج إلى مراجعة الأدلة أو لا ناسيها، لأن الإنسان مخه مو كمبيوتر، قد ينسى. فيقول ما أدري. لو أصبر حتى أراجع مثلا، مو مشكلة. هذا ليس عيبا. ليس نقصا، حتى إذا ذاك تصور تصور باطل. الإنسان أن يقول لا أدري، هذا أفضل من أن يفتي بفتوى او يقول بكلام يتبين انه باطل خلاف ما انزل الله سبحانه وتعالى على كل حال ابن ابي ليلى شكل في هذه المساله ما يريد يقول انه انا ما ادري هالسبات الراجع حتى اني اروح احقق كذا فاحتال بحيله قال انا اجد في بطني في بطني اذى احتاج الى مثلا بيت الخلاء وطلع من مجلس القضاء قال صبروا من الباب الثاني طلع اجى إلى محمد بن مسلم ومحمد بن مسلم من ثقات أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق من الأجلاء وكان من الفقهاء قال أي شيء تروون عن أبي جعفر في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيباً فقال له محمد بن مسلم أما هذا نصا فلا أعرفه يعني خصوص هذه المسألة بخصوصها أنا ما سامع شيء عن الإمام الباقر فيها ولكن أكو حكم كلي ذلك الحكم الكلي يطبق على هذا المورد الجزئي ولكن حدثني أبو جعفر عليه السلام عن أبيه الإمام زين العابدين عن ابائه يعني عن الامام الحسين عن امير المؤمنين عن النبي صلوات الله عليهم اجمعين انه قال كل ما كان في اصل الخلقه فزاد او نقص فهو عيب اذا خلقه الانسان الله سبحانه وتعالى خلقها بكيفيه خاصه اذا زياده هذا عيب اذا نقص عيب يعني اذا واحد في ايده خمسة أصابع هكذا أصل الخلقة، إذا عنده إصبع زائد سادس هذا عيب، إذا عنده أربعة أصابع هذا عيب. هذا حكم كلي يطبق على المورد. فقال له ابن أبي ليلى حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب. هسه المقصود شنو هو؟ المقصود أن كل ما خرج من حق إلى الناس فهو خرج عن طريق الائمه عليهم الصلاه والسلام بعد منع تدوين الحديث سنوات طوال وبعد ضياع سنه الرسول صلى الله عليه واله بحيث انه لم يبقى الا الصلاه وقد ضيعوها. الحديث الاخر الحديث الثاني من احاديث هذا الباب عن زراره قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين عليه السلام سلوني عما شئتم فلا تسألوني عن شيء إلا أن بأتكم به قال يعني قال الإمام الباقر إنه ليس أحد عنده علم شيء إلا خرج من عند أمير المؤمنين عليه السلام فليذهب الناس حيث شاءوا فوالله ليس الأمر إلا منها هنا وأشار بيده إلى بيته هذه كلمة معروفة مروية بشكل مستفيض روتها العامة والخاصة أن أمير المؤمنين عليه السلام كان على منبر الكوفة يقول سلوني قبل أن تفقدوني وهناك روايات روتها العامة أيضا أنه عن سعيد قال لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقول سلوني إلا علي بن أبي طالب وبعد أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذه الكلمة رجل إلا افتضح الله يفضحه أمير المؤمنين باب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب أو ألف باب مليون لو مليونين باب من العلم باب مو مسألة باب فلذلك كان يسأل عن أي شيء كان يجيب الجواب الحق أما آخرون جاءوا بعد أمير المؤمنين يريد يبين مثلا يباهي الناس بعلمه هسه متعلم كلمتين يقول سلوني الله سبحانه وتعالى فضحه مثلا واحد من العامة صعد المنبر وقال سلوني قبل أن تفقدوني قامت له امرأة سألت عن سؤال عجز عن جواب السؤال هسه إذا أنت سألوك عن سؤال عجزت قول ما أدري تراجع عن الكلمة سألوني قبل أن تفقدوني هذا العامي قالها ارد تراجع عن كلمة تقول أخطأت في قول هذه الكلمة بس الإنسان المتكبر الذي يدور الدنيا ويريد ينقض فضيله من فضاء الامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام هذا يحاول انه بشتى الوسائل يتشبث بما يقوله فقللها درءا لاحراجه ان خرجتي من بيتك بغير اذن من بغير اذن من زوجك فعليك لعنه الله وان خرجت باذنه فعليه لعنه الله زوجك أذن لك الله يلعنه ما أذن لك خرجت بدون إذن الله يلعنك فقالت هل عائشة خرجت بإذن رسول الله إلى البصرة أم بدون إذنه شنو يقول فلم يحر جوابا يعني زاده الله خزيا وذلا على كل حال طبعا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام اذا واحد كان يسال سؤال مستفهم كان يجاوبه احيانا اكو ناس ما يجي يسال سؤال مستفهم لا يجي يسال سؤال متعنت هذا اللي يسال سؤال متعنت لازم تقابل تعنته بما يكسر تعنته أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة اسألوني قبل أن تفقدوني واحد اسمه تميم ابن أسامة كان من المنافقين قال له فكم في رأسي طاقة شعر كم شعر في رأسي هسه أمير المؤمنين جاوبه كذا طاقة شعر في رأسك وهذا الجواب لا يكون حكيما ليش؟ لانه هذا يمكن يروح للبيت يحلق شعره بعدين يجي يقول حسبت الحساب كان خطا ويثير لغط والمنافقون ياخذون هذا ذريعه في التشنيع على امير المؤمنين، بعدين سؤاله مو سؤال مستفهم، شنو هذا السؤال يعني انت؟ سالت عن حكم شرعي عن قضية من قضايا القرآن من التفسير من التاريخ من تاريخ الأنبياء من السيرة سائل سؤال تستفيد هسه شنو يعني مثلا بشعرك براسك كذا شعرة أكثر لو أقل شنو هذا السؤال هذا سؤال تعنت يعني سؤال استهزاء فأمير المؤمنين جاوبه بجواب حكيم يليق به فقال أما والله إني لا أعلم ذلك أدري براسك كم شعرة ولكن أين برهانه لو أخبرتك به شلون أقدر أثبت لك قلت على الحسب شعرة مثلا يصير هذا الشيء ولقد أخبرت بقيامك ومقالك أخبرته يعني دي يقول لهم آني هذا الكلام لما أقول له مو من نفسي أخبرني واحد يعني أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أخبرته في قيامك ومقالك وقيل لي يعني القائل الرسول صلى الله عليه وآله إن على كل شعرة من شعر رأسك ملكا يلعنك وشيطانا يستفزك أكو ملائكة على شعرك وأكو شياطين الملائكة يلعنوك والشياطين يستفزوك ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا الأز هو الاستفزاز بعدين أمير المؤمنين جاوب بجواب حتى الناس ولو بعد حين يعلمون بصدق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وآية ذلك يعني علامة ذلك أن في بيتك سخلا يقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أو يحض على قتله ببيتك أكفت سخل يعني فالطفل صغير هذا يقتل ابن رسول الله أو يحض على قتله فكان الأمر بموجب ما أخبر به عليه السلام كان ابنه حسين حسين بن تميم يومئذ طفلا صغيرا يرضع ثم عاش إلى أن صار على شرطة عبيد الله بن زياد وأخرجه, وأخرجه عبيد, عبيد الله إلى عمر بن سعد إلى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين ويتوعده على لسانه إن أرجع ذلك يعني يتوعد عمر بن سعد هو ورد ليلة عاشوراء سلم الكتاب أنه خلص لازم تقاتل الحسين مماطلة بعد ماكو لأن الإمام, لأن الإمام الحسين ورد كربلاء في الثاني من المحرم وبعد ذلك بأيام ورد عمر بن سعد فأيام كانت هدنة ليلة العاشر قال خلاص لازم هالليلة تقاتلوه فقتل الحسين عليه السلام صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحسين بالرسالة في ليلته تبين أن كلام أمير المؤمنين قبل عشرين سنة أو أكثر الحق على كل حال هذا الرجل الكوفي سأل الإمام الباقر عن قول أمير المؤمنين سلوني عما شئتم فلا تسألوني عن شيء إلا أن بأتكم به قال الإمام الباقر إنه ليس أحد عنده علم شيء إلا خرج من عند أمير المؤمنين إذا عندك علم مطابق للواقع هذا من أمير المؤمنين عليه السلام فليذهب الناس حيث شاءوا اعملوا ما شئتم الآية تقول هذا تهديد أنت أي مكان تريد روح روح بس ما يوصلك إلى الحق إلا أن تأخذ بقول علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام فوالله ليس الأمر إلا من ها هنا هسه بعد أمير المؤمنين منه الأئمة فوالله ليس الأمر إلا من ها هنا وأشار بيده إلى بيته تريد الأمر الحق هنا هذا البيت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباعهم وأخذل ولأخذ الحق منهم هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين